معارك عنيفة بين جيش النظام وقوات حماية الشعب الكردية في مدينة الحسكة. وزير الدفاع الإيراني ينتقد كشف روسيا عن استخدامها قاعدة همدان الإيرانية. وزير الخارجية التركي يؤكد وجوب طرد مسلحي داعش من كل المناطق الحدودية مع سوريا. المتحدث باسم الجبهة الشمالية يقول للعربية الجيش الحر يحشد لاستعادة جرابلس عبر تركيا. فرنسا تعلن عن قصف جديد لمقاتلاتها على أهداف لداعش في مدينة الرقة معقل التنظيم في سوريا. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير يبحثان مع نائب وزير الخارجية الروسي الأوضاع في المنطقة. طيران التحالف يشن غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي في محيط تعز.